مرحبا بكم، أنا موزة المذيعة الافتراضية بقناة الفجيرة. سأقدم لكم في كل حلقة معلومة قد تكون تاريخية، ثقافية أو اجتماعية. معلومة اليوم عن الطعام الوحيد الذي لا يفسد ولا تنتهي صلاحيته. تتمتع الفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة بفترة صلاحية، وهي من أيام إلى أسابيع وأحياناً أشهر أو حتى سنوات للأطعمة المعلبة والمجففة على تعدد طرق حفظها. في النهاية تبدأ هذه الأطعمة بالتعفن والتحلل، ولكن هناك عنصر أساسي في المطبخ لن يفسد أبداً ولا يوجد له تاريخ انتهاء، كما أنه طبيعي تماماً، إنه العسل. هذا صحيح، فإن هذا المزيج السميك الذي يعطي أي شيء يضاف إليه طعماً أفضل لن تنتهي صلاحيته أبداً. يتمتع العسل بهذه الخاصية الفريدة لأنه في النهاية نوع من السكر، فمع أنه يختلف كثيراً عن السكر الأبيض، لكنه لا يحتوي على الكثير من الماء في هيئته الطبيعية. وبسبب انخفاض معدل الرطوبة، فإن البكتيريا والكائنات الدقيقة التي تسبب تغير حالة الغذاء وتفسده لا تستطيع التكاثر والعيش في بيئة جافة مثل العسل. كما أن العسل منتج حمضي يتراوح فيه مستوى الحموضة بين 3.26 و4.48، وهذه الحموضة المرتفعة تعني أنه سيقتل أو يبعد كل البكتيريا التي تحاول أن تتكاثر داخله. وإذا احتفظ به بالطريقة الصحيحة في وعاء مغلق بشكل محكم، فإنه لن يتعرض للرطوبة التي قد تفسده، وسيبقى صالحاً مدة طويلة. أخبرونا إذا كنتم من محبي العسل. كنت معكم أنا موزة المذيعة الافتراضية بقناة الفجيرة. هذه كانت معلومة اليوم، انتظروني مع معلومة جديدة. مع السلامة.